المغرب الفاسي او الفيلالي اللي كان حارس سابق لفريق اتحاد محمدية، حارس سابق لفريق اتحاد المحمدية. هذا تبع هذه التمريره مشيت لفريق المغرب الفاسي في الخطر. جزاء مهمة في بداية هذه المباراة، نشوفوا كيفاش تمت الفرصة بهذه الطريقة. بحث على التسديد وعملية الإسقاط واضحة. بالفعل الحكم كان موفق في اللقطة الأخيرة، الحكم كان موفق في اللقطة الأخيرة، والعمل لكوفي بوا لاعب الإيفواري، هو لاعب إيفواري، كيتمكن أكيد من الحصول على ركلة جزاء لفريق المغرب الفرسي. كوفي بوا في أول موسم له رفقة فريق المغرب الفرسي، فرصة لهدف في حدود الدقيقة 7 من جانب جيجي كيزا لاعب السابق لهذا الفريق. هذه فرصة في حدود الدقيقة 7 من خلال ركلة جزاء تمنح الأسبقية، والفرحة الماكيد لعناصر المغرب الفاسي، فرحة مستحقة للجماهير الفاسية. اليوم ستساند وستشجع فريقها في أمل أن يحقق نتيجة إيجابية ويسجل أكبر عدد من الأهداف. شوف كيفاش يلعبها بطريقة جميلة جيجي كيزا اللي يفرض حضوره بشكل كبير في منافسة القسم الوطني التالي، وتألق بشكل كبير في منافسات كاس العرش، وساهم بشكل كبير في فوز فريق المغرب الفاسي بلقب اغلى الكوس. اذا هذه تشجع كل مكونات فريق المغرب الفاسي. اذا يلعب التماس لفيدة الماس، عملية ديال الابعاد كتمشي امامية في الخطورة، يجب تأمينه. ذلك عزيزي المشاهد، قلت بانه الخطا سيكون مكلف امام ثلاثي خط هجوم هذا الفريق، لانه عندهم عبد الله يكوني رقم 13 اللي سجل هدف في حدود الدقيقه 36، وعندهم كل من ليبي جونيور والوني ارنوت، ثلاثي اللي عندهم امكانيات جيده. وشوف هنا كيفاش تلعبات، وشوف سوء على مستوى التغطيه الدفاعيه، هدية من دفاع فريق المغرب الفاسي، عطاهم هدية كريم الولادي، خل المهاجم المغرب الفاسي خذ هذه فرصة ليك لتسجيل هدف التعادل في حدود الدقيقة 36، ولا هدف أكيد بالنسبة لفريق الإيفواري هنا بمدينة فاس، يعني قد تصعب المأمورية إلى ما كانش فريق الهدف فريق كبير في هذه المباراة. شوف خطأ مكلف، وهذا اللي حذرت منه أكيد الدفاع فريق المغرب الفاسي، أنه الفريق الإيفواري عنده لاعبين، عنده أكيد دخل يوشير خطأ. تلعب بشكل سريع من طرف لاعبين ديال فريق المغرب الفاسي، مشات الجهة اليمنى البعثة العرضية، هذه فيها الخطورة. سكيتي ويسجل هدف الثاني لفريق المغرب الفاسي. جات في وقت مهم على بعد ثواني من نهاية الشوط الأول. الماس يعود ويسجل هدف ثاني. شوف كيفاش لعبات بطريقة جميلة، سددها مرة أولى العارضة الأفقية كانت لسكيتيوي، ثم بعد ذلك سيتمكن من مواصلة مشوار هذا اللقطة ويسجل الهدف. هذا هدف جميل 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 جميل، قتالية وندية ومتابعة على طريقة اللاعبين الكبار. شوف المتابعة كيفاش كانت، واستغل على النحو الجيد هدف من أقول من الأهداف الجميلة التي ستسجل في هذه المنافسة في هذا الدور، يعني
على الطاير سددها القيمة وفوق العارضة تنوب عن الحارس سيسي عبد الكريم، لكن كان يوسف السكيتيوي يجب أن الكرات اللي كيبغي يلعب كيختار الطريقة يعني بطريقة كتكون بشكل جيد وفقت جيد. شوفوا كرة في وسط الميدان للماس فرجي اليمنى ربحت على السيرو هذه الباص نشوفوا جيجي كيزا 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 العرضية خطير 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 جوج وثلاثة يا سمير يا سمير الرشتري، لأنه أهداف المغرب الفاسي في هذه المباراة تدرس، أقول أهداف المغرب الفاسي في هذه المباراة تدرس.